الشغب اللي تقدمه هسه حاليا ما حد يتجمع. وشوف اللي يحكي على السلميه، اللي يحكي لك على السلميه هاي تكتك احد الاخوه ذول الخطيه اللي قلبوها صاحبها الصواب وهم حرقوها الاندال. الجبناء شوف هذول الجبناء اللي حرقوا هسه هاي تكتك وصاحبها الصواب خطيه خذناها للمستشفى. هاي حاليا مباشر 25/1 طي توقيت طي توقيت توقيت بين ساعه ساعه بساعه الساعة ب 12:30 الظهر 25/1/2020 ساحة الخلاني باوع هذول الشغب اللي جاي يرمون عتاد حي صجن. الله اكبر عليك.